هشام بدري عن جمعية كمام. تنظيم اليوم جمعية كمام مسابقة جهوية لمبادرة تمكين. مبادرة تمكين هي مبادرة تم إطلاقها من طرف المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية بشراكة مع جمعيات وطنية. هذه المسابقة الجهوية ستفرز لنا واحد المؤسسة عن نيابة إقليم صفرو ستمثل مدينة صفرو على الصعيد الوطني في مسابقة يتم إقامتها في مدينة الرباط. يعني مسابقة مبادرة التمكين هي واحد المبادرة يعني نبيلة لتشجيع الشباب وتحفيز روح المقاولة لديهم. شنو هو الموضوع ديال هذه المسابقة؟ واش هي مشاريع صغيرة للشباب أو هي مشروعات علمية وبحث علمي؟ يعني المسابقة يعني كتضم يعني أن كتهدف إلى أن التلاميذ المؤسسات يعني على صعيد مدينة صفرو يعني قاموا يعني بإنشاء واحد المقاولات يعني صغيرة هي يعني نموذجية بالنسبة للمقاولة يعني هو نموذج المقاولة الاجتماعية. دونك السلام عليكم، معكم إبراهيم طروق، مسؤول إعلامي مسؤول عن الاتصال والإعلام في جمعية مدينة صفرو. حنا على هذا النهار مسابقة جهوية مبادرة صفرو، كما كيعرف الجميع مبادرة تمكين هو مشروع مشاركين فيه هذا العام في إديسيون ديالو 2013-2014 تسجيل من دور الرومانية وجمعية كمام هي مجتمع المشروع في مدينة صفرو في جهة صفرو. المشروع كنا بدينا كان في الانطلاقة ديالو في 21 فبراير هاد الانطلاقة وهاد النهار حفل الختام عبارة عن مسابقة هي تضارونا فيها ثلاث ثانويات، ثانوية تحسين الدين وثانوية بلا زهر وثانوية مدرسة الماركت الجهوية. كل واحد كيدير سوتيلونس دو بروجي يعني كيقدم بروجي. كما شفتوا كاين لجنة التحكيم، كاين حضور، كاين مديرين، كاين هذا اللي غادي يحاولوا ما امكن انهم يقيموا المشروع الاكثر ابداع واللي كتبان فيه يعني المعايير ديال المقاولة الاجتماعية وديال الربح المادي. دونك كما قلت زياده لهذا الناس لي بايور دو فون ولا الممول ديال المشروع ديال المبادره التمكين على شان ناسيونال كنلقاو لو بروميير بارتنير ديال 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 المشروع هو ولا حامي المشروع هو المركز المغربي للابداع والمقاومه الاجتماعيه. كنزيدو عليها كازا امباكت جي سي اي، كنزيدو عليها نت، كنزيدو عليها جمعيات اللي مشرفه على المشروع في قنيطره اللي هي جمعيه انوان والجمعيه المشرفه على انا مبادره تمكين كازا بلانكا اللي هي سميتها بصمه شباب. و شنو بغيت نزيد بانه هذه المباراه المسابقه الجهويه تعطينا فائز واحد اللي غادي يمشي يمثل مدينه صفرو وغادي يمثل المؤسسه ديالو وطنيا يعني على شان ناسيونال. وهذا هو الشرف الكبير لهذا هو انه جمعيه قيمه محتضنات هذه المسابقه في صفرو وانه ابينا وكلنا جهود وكلنا مطابرات بانه نطلعوا النيفو بهذه المدينه هذه نطلعوها يعني على شان ناسيونال.